النهارده اللي طرحناه على السوشيال ميديا صفحتنا على فيسبوك، هل يستطيع الجمباز المصري تحقيق ميدالية أولمبية في طوكيو ولا لا؟ خلينا نشوف متابعينا قالوا ايه. محمد قاسم قال هناك فوارق كبيرة في الإمكانيات لدى المنتخبات الأخرى، ولكن المصريين لا يعرفون المستحيل، بإذن الله سنحصل على ميدالية. ويوسف حسن مساء الخير عليكي، نعم الجمباز المصري بالإصرار والعزيمة قادر على تحقيق ميدالية في طوكيو. عاطف عزيز مساء الفل عليك يا أميرة، نقدر نعملها إحنا المصريين اللي ما يعرفش مستحيل. وإسلام أشرف مساء الفل، إن شاء الله ما فيش مستحيل، نقدر نحقق ميدالية، تشرف مصر ومنتخب مصر يحقق إنجاز يليق بيه. جمباز لعبة صعبة جدا وبتحتاج مجهود وتعب كبير وعدد ساعات كبيرة جدا مقارنة بكل الألعاب عشان نقدر نحقق فيها ميدالية، ما بالك بميدالية في طوكيو، ولكن أملنا بإذن الله كبير في كل أبطالنا، كل التوفيق ليهم بإذن الله.